كيف يعني من وجهة نظرك البداية يعني هي سيئة أكيد، بس جد. بداية غريبة امبارح بالنسبة للاعيبة نادي الزمالك تحديدا في أول تلت ساعة. أولا تحس إن الراجل مش قاري الجيم يعني، أو مش متخيل، مش متوقع اللي هيحصل. كان هو دي شغلته إن هو يتوقع إن السيناريو هيمشي بالشكل ده. بس أنت كنت تتوقع؟ أه طبعا عارف إن هم يعني هيضغطوا أنت كنت عليا. أول ربع ساعة أول تلت طبعا ساعة يكون فيه طبعا. هدفين؟ أصل أقول لك حاجة، أنت بتلعب ملعبك قدام ماتش الشوط الأولاني، الطبيعي إن أنا أضغطك، الطبيعي إن أنا هنزل مضغوط، فأنت الحلول بتاعتك كانت ضعيفة جدا ومفيش حلول. الحاجة التانية، أنت لما تلاقي فرقة ضغط عليك من الضغط متقدم من ال 18، لازم أنت كنت توجد الحلول في تشتغل على اللونج باص تطلع من الضغط ده، خصوصا إن أنت في عندك في شوية تخوف من الناس اللي بتبدأ بالكرة من تحت، كان في بعض الأخطاء بعض التوتر. الفردية، فأنت كنت لازم تطلع تعليمات أو كنت تبقى محضر اللي أنت تشتغل على السكند بول. والسكند بول لما بيتلعب بيبقى ليه خطة برضه معينة، اولا ما بيتلعبش في عمق الملعب، بيتلعب على الجناب، ثانيا لازم يبقى فيه سكند بول تحتيه اتنين تلاتة ياخدوا الكرة التانية. ليه اسمه سكند بول؟ اللي انت لما بتيجي مش لازم تاخد الاولانية، ممكن تاخد التانية، فبتنقل فرقتك من نص ملعبك لنص ملعبك. صحيح. احنا افتقدنا اللونج باص لواحد ما فيش تحتيه مساعدة. الحاجة التانية ما كناش عارفين نطلع من تحت، فالدربكة حصلت من الميز باط كتير. من السردباكات، من خط الظهر، كان مضغوطين، وكان كل اللعب ناحية فتوح لان هم عارفين قوة فتوح، فكان رامين كل الشغل ناحيه فتوح، فكان ومفيش مسانده كويسه لفتوح من نص الملعب. صحيح. واخد بالك؟ صحيح. فانت النهارده انا فاكر لما كنا اخر مره قلت لك كمان لازم سامسون ما كانش لا سامسون اتظلم في ان انت حطيته في حته مش بتاعته. في المكان ده. سامسون امكانياته مهما عمل امكانياته في العمق ما يلعبش نادي الزمالك. انا ده رايي في من زمان، حتى لو جاب اجوان خلينا مش ده اللي ادفع فيه دولارات. يعني وجهه نظري الشخصيه المتواضعه. بس هو امر واقع، هو موجود معاك، هو مأدي معاك. لا هو انت الظروف بس مأدي يا كابتن، يعني بس ما ينفعش يلعب على الاطراف واحد مش سريع. يلعب في عمق الملعب. هو لما نزل في عمق الملعب في الشوط الثاني قدر يطلعك شويه زي ماتش دريمز كده ما كان تحت. ولكن مش ده يلعب نادي الزمالك، معلش انا دي قناعتي. وجهه نظرك طبعا تحترم. لكن هو ممكن يكون مضطر ليه، لكن هو كان عنده حلول كتير اكتر من كده. الحاجة التانية ان انت النهاردة الشوط الاولاني احنا الخطوط بعيدة عن بعض. كان في من وجهة نظرك كان في مشكلة في التمركز امبارح؟ طبعا كبيرة جدا. كبيرة جدا. انت الجزيري والسامسون ماسكين بعض. يعني هو الوحيد اللي كان بيتحرك واللي بيطلعك واللي بيخليك متنفس شوية زيزو، اللي بيعرف يقف على كورته واللي مش مخضوض. احنا كنا بنفقد الكورة بسرعة جدا. مع محمد شحاتة انت امبارح شفت برضه يعني حتى لو ما كانش في احسن حالاته، بس الراجل محمد شحاتة لعيب جيد جدا وصغير في السن ولعيب دولي ولعيب اولمبي. جاي يا كابتن. الراجل ده لازم يبقى بياخد نسبة مشاركة اعلى من كده. هيديك اعلى من كده بكتير. عاجبني جدا، عنده جراءة في اللعب الطولي، ما بيحبش اللعب العرضي كتير، وباور جامد جدا، عنده قدرات الجري. تحس انه بيلعب تيشيرت نادي الزمالك يعني. هو تحس ان هو يعني اداؤه هو يلعب ده مستوى نادي الزمالك. ده لما لعب كتير هيبقى حاجة كويسة جدا لنادي الزمالك ولمنتخب مصر. اضافه كبيره جدا. بس هو عايز تبقى رجليه في الملعب على طول. واخد بالك؟ وبعدين لعيب جوكر، يقدر يلعب سته، يقدر يلعب ثمانيه. وعاجبني ان هو بيلعب لعب طولي، ما بيلعبش عرض كتير زي بعض اللعيبه. لكن المشاكل اللي حصلناها في الشوط الاولاني ليه علاقه بالتشكيل بالمناسبه؟ هو التشكيل يعني لحد كان ما عندك التشكيل لحد ما يعني ده احسن اللي موجود عنده. بالظبط. لكن هو كان ممكن يبدا بحد غير ابراهيم انضاي زي ما بقى نزل الشوط الثاني، او كان لاعب سيد نمور. سيد نمور وكان عمل شيفت مع زيزو. انا شايف ان هو مش حاطط تقريبا، يعني مش عارف ماله ومال سيد نمور. مش يعني على الاقل سيد نمور لو مش هيجيد هيجيد ده واحد دفاعيه هيلتزم خططيا. فكان ممكن يقفل لك حاجه، يعني لو اتحط قدام فتوح كان هيساعد فتوح بشكل كبير جدا. طب يا كابتن برضه عايز اتكلم معاك سر يعني استبعاد سيد نمور من الحسابات بالنسبه لمستر جوميز. تفتكر يعني ليه؟ يعني احنا ما شفناش الراجل من بعد مباراه الاهلي مثلا اما نزل في الشوط الثاني، هل دي قناعات الراجل ولا هل سيد نيمار هو اللي مقصر في حق نفسه؟ لا اللي اعرفه انا طبعا ده مربيه اصلا وده من ولادي. سيد من الناس اللي بروفيشنال جدا في الشغل، يعني زعلان مش زعلان هتلاقيه بيتمرن كويس جدا. وهو الواد مثقف جدا وواد نفسيا متصالح مع نفسه. يعني وجهه نظر مدرب. هو وجهه نظر فنيه، هو شايف كده دي حاجه تخصه. لكن سيد ما انا كلمته قلت له بص ما تتاثرش باي حاجه، ما بتلعبش بتلعب لازم تتمرن كويس جدا عشان لما تجي لك تبقى انت في فورمه كويسه وواقف كويس على رجلك. فدي شكلها وجهه نظر فنيه من الراجل، هو شايف كده هتحترم.